أين هنا أستاذة يعني نعرض لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي التي يقول فيها بأن الجانبين يشتركان في مواجهة التحدي الإيراني، لكن لا شك أن الوسيلة التي ترغب إدارة بايدن في اتباعها تختلف كلية عن النهج الإسرائيلي، أليس كذلك؟ كيف ستحقق واشنطن هذا التوازن؟ الخلاف الآن حول الاتفاق النووي يكمن أعتقد حقيقة في ملفات الصواريخ الفارسية والتدخل في المنطقة، سياسات إيران في المنطقة، وهو ما تركز عليه إسرائيل بشكل شديد، إضافة إلى إمكانية امتلاكها للسلاح النووي. هذه النقاط الشائكة التي ترى إسرائيل أن على الولايات المتحدة أن تراعي بشدة مصالح إسرائيل في المنطقة عند إبرام أي اتفاق نووي، فهي من حيث المبدأ ضده، ولكن في حال تم إبرامه يجب أن تكون مصالح إسرائيل مراعاة بشدة. مصالح إسرائيل ترى أن هذه الملفات قد لا تلتزم بها إيران، وتجد إسرائيل أنها ترغب بالرد على إيران بشكل منفرد، ونرى ذلك في عدة يعني جرت تدخلات إسرائيلية في إيران واستهداف منشآت إيرانية متعددة في الشرق الأوسط، ليس فقط في إسرائيل. هذا التصرف الأحادي للجانب قد لا يكون متاحا في حال تم إبرام اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا ما يؤرق إسرائيل ربما نوعا ما. أستاذة نادين، هنا هل تأمل واشنطن كثيرا في أن تسر المحادثات المقررة في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني عن انفراجة حقيقية، خاصة أنها تحدثت بنبرة يعني إيجابية بعد المحادثات المبدئية التي عقدت قبل أسبوعين ربما، هل تعتقد بأن هناك أجواء ما قد تؤدي إلى حدوث انفراجة الآن؟ النبرة الإيجابية ضرورية لكي يكون هناك نوع من الدفع لإيران بالتقدم خطوة باتجاه الاتفاق، باتجاه القبول أو الموافقة على إجراء محادثات أو السعي لإبرام هذا الاتفاق، ولكن ليس بالضرورة أن هناك فعلا تقدمات إيجابية، ولكن الأجواء نوعا ما يسعى الدبلوماسيون لإيجاد أجواء قد تبرم يعني تنتج عن إبرام اتفاق، إنما قد يأخذ وقتا طويلا حسب المعطيات ما نراها حتى الآن، قد تأخذ وقتا طويلا وليست بالسهلة. من نيويورك الصحفية المختصة بالشأن الأمريكي نادين ساندرز، شكرا جزيلا لك.